طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة مباركة أينما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على تصريف الحوثية حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاسه على الواقع اليمني والمنطقة. شهدت على إرهابهم الشجر والحجر، البشر والحيوانات، التدمير والقتل والعنصرية والنهب والسلب، ويعني الارتباط بالمنظمات الإرهابية، كل ذلك مارسته الميليشيات الحوثية عيانا جهارا ضد الشعب اليمني ولست سنوات متتالية، لا بل وقبل ذلك بسنوات طويلة. كان هناك غض للطرف من قبل الإدارة الأمريكية نوعا ما عن هذه الجرائم، إلا أن التصنيف الأخير وضع النقاط على الحروف. منذ وقت مبكر صنف اليمنيون هذه الجماعة جماعة إرهابية نظرا لأفعالها، لم تبقي نوعا من أنواع الإرهاب إلا ومارسته ضد اليمنيين. لم يكن آخر ذلك الإرهاب الاستهداف الوحشي لمطار عدن أثناء وصول الحكومة اليمنية بجميع طاقمها إلى العاصمة المؤقتة، وليس أيضا الحادث الإجرامي الإرهابي والاجتياح الغير مبرر الذي مارسوه ضد أبناء حيمة تعز، قتلوا وشردوا واختطفوا الرجال والنساء والأطفال، ولا كذلك ما يحدث في هذه الأيام ضد قرى ومناطق في محافظة ذمار. وحشية وإرهاب الميليشيات الحوثية قطعت الطريق أمام كل حل سلمي منذ وقت مبكر كانت الحكومة اليمنية قد وقعت عليه في 2016 في اتفاقية ومشاورات الكويت. هذا الإرهاب اليوم نبحث فيه، وهذا التصنيف نتساءل عنه، كيف يمكن أن ينعكس على الواقع اليمني وعلى المنطقة بشكل عام، وكيف يمكن للحكومة الشرعية أيضا أن تستفيد منه في مكافحة الإرهاب الحوثي والحد منه وإجبار الميليشيات على إيقاف إرهابها، إما بالسلم والحلول السلمية إن رغبت طبعا، أو بالحل العسكري الذي هو مطمع ومطلب شعبي واسع. تصنيف الحوثية حركة إرهابية وانعكاسه على الواقع اليمني والمنطقة موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. سعدني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو، الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. دكتور خليل أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، شكرا أخي مختار، وأشكر قناتكم موقرة، وأحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات في اليمن، في اليمن، يمن العرب، يمن العروبة، يمن العطاء، يمن التاريخ، وأحيي الجميع في كل مكان. ونحن نحييك ونرحب بك ونشكرك على تجاوبك وحضورك معنا هنا في الاستوديو، كما نرحب أيضا بالأستاذ عبد الوهاب طواف سفير اليمن لدى سوريا سابقا. سعادة السفير أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. تحية طيبة لكما ضيفي الكريمين. سنبدأ أولا بمتابعة هذا التقرير ومن ثم نبدأ نقاشنا. الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وعبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق وأبو علي الحاكم إرهابيون دوليون. قرار أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو أنه سيخطر الكونجرس به وسيدخل حيز التنفيذ في 19 من الشهر الجاري. ضمن مبررات التصنيف وأهدافه ذكرت الخارجية الأمريكية محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والسيادة والوحدة في اليمن. الحكومة اليمنية رحبت بالقرار الأمريكي القاضي بتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
التصنيف الذي يجرد الحوثية من كذبة المظلومية التي رددتها طويلا، ويكشف زيف التلاعب بمصطلح الأقلية الذي تستخدمه الحوثية في خطابها مع الدول الغربية والمنظمات الدولية. استقبله اليمنيون الذين يؤمنون بأن الحوثية إرهابية منذ اللحظة الأولى التي ألقتها إيران في كهف مران، بترحيب ممزوج بتساؤلات مشروعة عن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الأمر بعد التصنيف. فالتصنيف يفترض تلقائيا أن يضيق الخناق على الميليشيا ويجمد أرصدة أعضائها ويحظر عليهم السفر وينزع عنهم حق الحصول على لجوء، وينتزع من الميليشيا الصفات والواجهات التي تتخفى خلفها ليغدو التعاطي مع الميليشيا جريمة بحد ذاته، إضافة لفتح الباب أمام محاكمات دولية للميليشيا ودعمها. آثار وتداعيات تعزز أولوية التسريع بحسم ينقذ الملايين الواقعين تحت سيطرة الميليشيا التي لن تتردد هي وأمها أم الإرهاب إيران عن مضاعفة مأساتهم لإثبات أن المتضرر من التصنيف هو الشعب. وتلك نقطة أكد مراقبون في ضوئها أن أهمية التصنيف تبقى معلقة بمدى إتباعه بالحسم. فتصنيف الميليشيا بأنها إرهابية ثم تركها تتحكم بمصير الملايين دون حسم ينقذهم سيغدو تصنيفا يصف الظالم على حقيقته، لكنه لا ينصف المظلومين ولا يستعيد حقوقهم. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأكارم وبضيفي هنا في الاستوديو الدكتور خليل الخليل، وبضيفي أيضا عبر سكايب الأستاذ عبد الوهاب طواف. أبدأ بالدكتور خليل الخليل مجددا ترحيب. دكتور خليل، كيف تنظر إلى قرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحركة الحوثية جماعة إرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا مرة أخرى على استضافتي، أحييك وأحيي مشاهدات ومشاهدين في كل مكان. أسعدني الخبر، وإن كانت الخطوة متأخرة، ولكن هذه الخطوة إيجابية بالنسبة لتضييق الخناق كما ذكر الحقيقة التقرير على الحوثة وعلى الحوثيين وعلى كوادرهم وعلى ميليشياتهم، وكذلك يلقي الضوء على العالمية دوليا، يرسل الرسالة لليمنيين، يعني نيابة عن اليمنيين بأن عموم اليمنيين بأن هؤلاء الحوثة مجموعة ميليشياوية هي اعتدت الحقيقة على البشر، اعتدت على كما ذكرتم الشجر والحجر، وأفسدت المزاج المجتمعي، أفسدت السلم المجتمعي في اليمن، وبالتالي من الواجب تصنيفها ومن الواجب ملاحقتها. أنا مستغرب كثيرا، وكثير من المتخصصين مثلي مستغربون بأنه كيف أن أمريكا لم تسرع ولم تسارع بتصنيف الحوثة باعتبارهم مجموعة إرهابية. هذا أمر مستغرب. أمريكا. نعم، هذا شيء مستغرب حقيقة، لأن كافة الـ ما يصنع الحوثة عسكريا مدنيا، فكرهم، نداءاتهم، شعاراتهم، قياداتهم تتجه للعنف في الحقيقة. ثم هي قضية أيضا واضحة مرتبطة بإيران التي هي معروفة كذلك، الحرس الثوري بلواء القدس كلها مرتبطة، يعني الحرس الثوري مصنف منذ مدة من دول أوروبية ومن أمريكا على أنه جهة إرهابية، لواء القدس كذلك، إيران ينظر إليها على وجهتها، يعني على هذا الضوء أنها دولة عقائدية، دولة مذهبية، دولة طائفية. والواضح مما يصرح به في الحقيقة الحوثيون في إعلامهم، ويصرح بقادتهم ويتفاخرون به، أنهم مرتبطون بالولي الفقيه في إيران. إذن يعني عندما نربط هذا الأصل بالفرع بالأصل، وعندما نرى الحوادث كلها تشير إلى أن هذه المجموعة عدوة الحقيقة للإنسان، وعدوة للسلم المجتمعي، وعدوة للسلم في العالم. ثم نرى بأن ما يقومون به في كل أعمالهم وكل شعاراتهم هي أعمال توحي بالعدوانية، مجموعة عدوانية لا تأبه بأحد، لا ترتبط بأنظمة، لا تؤمن بتقاليد دولية ولا باتفاقيات، هي تخلف الاتفاقيات واحدة بعد واحدة
ماذا السؤال هو بالنسبة لي كثيرا ماذا يريد العالم يعني من أكثر من كذا أكثر من 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 ما يعني تقوم جهة في زاوية من زوايا الأرض صغيرة فتصنف مباشرة وتلاحق بينما هؤلاء يعني أمام الكون كله وجرائمهم فاقت كل الجماعات شيء الإرهابية. عجيب ثم أيضا الخطورة أخي مختار في هذه المجموعة بأنها تملك الأرض يعني لديها أسلحة متقدمة لديها الطائرات المسيرة لديها مهربة الصواريخ بلا شك صحيح بالتأكيد لديها الخبراء ثم تسرق تسرق مع الأسف الشديد أغذية الهيئة المتحدة التي تقدمها الغذاء والذي يأتي من دول أخرى من الدول التي تعين فهذه يعني دولة متسلطة هذه المجموعة متسلطة وخلقت دولة داخل دولة يعني خلقت لها كيان أفظع من داعش وأسوأ من داعش بعشرات المرات أنا أقول ذلك على مسؤوليتي باعتباري متخصصة في هذا الموضوع يعني مثلا الأرض التي عليها هذه المنظومة يعني هي تنطلق من البحر العربي ومن البحر الأحمر وفي المضيق ثم فخخت البحار يعني تصور يعني البحر الأحمر لم يكن في الحقيقة من قبلهم لم يكن فيه لا خوف ولم يكن فيه المتفجرات ولم تفجر في سفن وصلت تفجيرات لهم إلى يعني حد كبير بينما مثلا داعش باقية في لا نقلل من, من, من سوء داعش أبدا أبدا ولكن أيضا هنا قضية مهمة جدا وهي أن هذه المجموعة هذه الحوثة منذ تأسيسهم وخلفهم دولة يعني داعش ليس خلفها دولة تحميها إنما هؤلاء خلفهم دولة ودولة تصنع التسليح وتجلب التسليح من كوريا الشمالية ومن دول أخرى وله مخططه في مخططها في الإرهاب بالتأكيد وبالتالي أنا بس نقطة أخيرة وبالتالي إحنا يعني نحن سعداء بهذا التصنيف وسعداء بهذا الخطوة ولكن قضية مهمة جدا وهي ما تبقى يعني نريد أن يطبق نريد من المجتمع الدولي أن يقف مع الحكومة الشرعية في اليمن وأن يقف مع الشعب اليمني وأن يقف مع كذلك التحالف العربي وأن يقف مع الدول الشريفة الدول الحقيقة مع الشرفاء في العالم لتنفيذ هذه الخطوة لأن يكون لها أسنان حقيقية في هيئة الأمم المتحدة هذه الخطوة كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع وخصوصا أيضا أن المملكة العربية السعودية واحدة ممن تضرر من هذه الميليشيات وبصواريخها ورحبت الخارجية السعودية بهذا القرار سأتي من وجهة نظر الخارجية السعودية بس كلمة على الطائر شوف بقول كلمة يعني بكل صدق وأمانة عندما يتضرر الشعب اليمني يتضرر مباشرة بلا شك بدون أن نتكلم بدون أن نعلن بدون أن نحتج عندما يتضرر من هم في أي شبر على أرض اليمن نحن متضررون مباشرة لأن العلاقات علاقات تاريخية علاقات ليست فقط جوار اسمح لي ليست فقط جوار هذه علاقات أصيلة بين الشعبين أصيلة بين البشر وبالتالي أي ضرر يلحق أخوتنا في اليمن فنحن متضررون منه صحيح طيب دكتور خليل اسمح لي أشرك وأتي للأستاذ عبد الوهاب طواف سفير اليمن لدى سوريا أستاذ عبد الوهاب يعني اليمنيون يعرفون هذه الحركة جيدا منذ وقت مبكر جرائم هذه الحركة طالت اليمنيين قبل غيرهم ماذا يمثل لهم هذا التصنيف للحركة الحوثية جماعة إرهابية أهلا وسهلا بك خلاص هو في الحقيقة قرار متأخر كما يتحدث الجميع من الولايات المتحدة لأن في السابق كانت تتعامل مع هذه الجماعة بمنظار مصالح مصالحهم الخاصة وبالتالي هذا القرار لم يأتي بجديد بالنسبة للمواطن اليمني فهو مجرد أن سمى الشيء بمسماه ولكن الحقيقة الآن الجميع ينتظر ماذا سيكون بعد القرار ما هو إفرازات هذا القرار هل سيفرز عن واقع جديد ينتشل اليمن من براثن هذا المشروع القاتل وبالتالي هذا القرار حقيقة أحيا الأمل لدى أبناء الشعب اليمني لأن خلال السنوات الماضية والتي تمددت فيها هذه الجماعة بفعل عوامل كثيرة لا مجال هنا ولا وقت لدينا لذكرها استطاعت أن تقنع شريحة كبيرة من الشعب اليمني أنهم أصبحوا دولة
وأن الجميع يخطو ودهم، وأن المبعوث الدولي يدعمهم، وأن هناك دول تسعى لفتح سفاراتها في صنعاء، وأنهم أصبحوا محاربين للإرهاب. هذه لطمة، هذه لطمة في وجوههم، وتذكير الشعب اليمني أن المجتمع الدولي يرقب ويترقب ويتابع جرائم هذه الميليشيا، وستظل الميليشيا برغم أنها الآن 6 سنوات. كان لو كان لديها مشروع حي ومشروع بناء لكانت تمكنوا من تصليح أشياء كثيرة، ولكان كسبوا ود الداخل والخارج. إذا كان رئيس الوزراء المعين لديهم في صنعاء يقول أنه لا يعلم شيء، وإنه مجرد واجهة في كوريا لهذا الجماعة، يسمع القرارات مثل من التلفزيون مثل أي مواطن، فكيف بالمواطن؟ الكل يعلم حجم الضرر الذي تضرر به الشعب اليمني. وفي الحقيقة إذا كان لدينا من يعرف خفايا وخبايا هذا المفهوم إخواننا في المملكة، لأننا نشترك معهم في الضرر ونحن على قارب واحد معهم، ولكن هناك جهل كبير بهذه الجماعة. هذه الجماعة ليست حزبا سياسيا، وليست جماعة تسعى للمشاركة في الحكم، هذه جماعة إرهابية، جماعة طائفية، جماعة سلالية، جماعة تستجر الماضي، جماعة جاءت إلى اليمن سنة 284 هجرية واستعانت بالفرس في 295 هجرية، وبالتالي هذا صراع قديم ويستجد. وهناك من للأسف التجاذبات السياسية التي في المنطقة نكاية بالمملكة العربية السعودية قدموا لها الدعم المال، الدول كثيرة قدموا لهذه هذا النتوء الطائفي الدعم المالي واللوجستي والدبلوماسي من أجل مصالح ضيقة، ويتناسون أن هذا هو مشروع قاتل، هذا هو امتداد للحركات التي ناهضت الدولة الأموية، ناهضت الدولة العباسية، دخلت إلى اليمن. حالة اليمن كانت حضارة قبل الإسلام، كان اليمن حضارة وكانت في وضع ممتاز، واليوم ومن ذلك الحين عند أن جاء المحتل يحب الحسين الرسي حل اليمن هو والأئمة إلى اليوم. طيب أستاذ عبد الوهاب، الإدارة الأمريكية ربما لا تنظر إلى هذا الجانب التاريخي، نحن كيمنيين صحيح ندرك هذا البعد، وحتى كعرب ومسلمين، لكن يعني رأيك في توقيت التصنيف الآن؟ هو أخذ بعدا وأخذ وقتا، لأن الولايات المتحدة لديها مؤسسات، والقرار لا يأتي مفاجأة، وليس أو أن ترامب قبل أن يغادر يريد أن يعمل هذا القرار، وإنما هي دولة مؤسسات يمر عبر أجهزة كثيرة في الولايات المتحدة إلى أن يصل إلى هذا. طبعا خلال السنوات الماضية، وأذكر خلال إدارة الرئيس الراحل الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله، حاولوا وأنا كنت من ضمن تلك المنظومة، حاولنا كثيرا أن في إقناع الولايات المتحدة وإقناع الغرب أن هذه جماعة إرهابية، ولكنهم لم لمصالح ذاتية كانت الولايات المتحدة تشترط عدم استخدام أي معونات لليمن تستخدم لضد الإرهاب، ويشترطون على اليمن عدم توجهها ضد الحوثيين، بل هم استقبلوهم في ألمانيا وفي دول كثيرة، وقدموا لهم مساعدات، وتعاملوا معهم بمرونة إلى أن تمكنوا من خداعهم. ولدى ميليشيات الحوثي إلى هذه اللحظة جهاز كبير وضخم من ما يسمى بالمحايدون، من المنظمات الناعمة، من القوى الناعمة، تحاول أن تظهر هذه الميليشيا على أنهم مظلومين وهمهم، ولكن بهذا التصنيف الآن أصبحت الولايات المتحدة على قناعة واضحة أن هذه ميليشيا قاتلة. والخطوات الأخيرة للولايات المتحدة حقيقة كبلت رأس الشر إيران، وكبلت أذرعها بقرارات جريئة، من ضمنها استهداف المجرم قاسم سليماني، وهذا حقيقة تطور كبير في الموقف. هذا المجرم اليوم على هذا المجرم أستاذ عبد الوهاب وعلى في المملكة، هذا المجرم قاسم سليماني الذي استهدف من قبل يعني الأمريكان في العراق، كان إيرلو وغيره يحتفلون به كزعيم في صنعاء. سأستكمل معك يعني ما الذي يمكن أن تعكسه هذه القرارات وتضيقه على الميليشيات الحوثية. اسمح لي هنا أعود إلى الدكتور خليل. دكتور خليل، فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، كانت السباقة في التعامل مع هذه الميليشيات
فور سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحاولة التمدد في المحافظات اليمنية، وشكلت تحالفا عربيا لمواجهتها. هذا القرار اليوم ما الذي يمكن، ما الذي يعنيه للمملكة، وما الذي يمكن أن يضيفه أيضا للتحالف؟ يعني الكثير الحقيقة، لأن المملكة سبقت بالتصنيف، هيئة كبار العلماء صنفتهم باعتبارهم إرهابيين، الدولة تعتبرهم إرهابيين منذ اليوم الأول، وبل قبل حتى استيلائهم على صنعاء كان مع المعروف بأنهم كانوا بأنهم مجموعة عقائدية طائفية، وأنها تسعى إلى التفتيت وتسعى إلى القتل، وكانوا على الحدود السعودية بالمناسبة قبل استيلائهم على صنعاء، واعتدوا على قرى سعودية وقتلوا ونهبوا، وهجرت إحدى القرى السعودية بالكامل، وهجرت من إحدى القرى قبل أن يستولوا على صنعاء، والأمور واضحة بالنسبة للمملكة السعودية. لذلك وقفت مع الحكومة الشرعية، وقفت مع اليمنيين، صنعت أو تفاهمت الوضع، فصنعت الحقيقة التحالف العربي، وتقدمت الجيش، وتقدمت الجهود السعودية كاملة مع الحكومة الشرعية، لأنها تدرك تماما خطورة هذه المجموعة على الأمن، أولا في دول مجلس التعاون، على الأمن في داخل اليمن أولا، بلا شك على ثم مجلس التعاون، ثم على الأمن العربي. دكتور خليل، كان هناك يعني ضغوطات على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحرب ضد هذه الميليشيات، تعتقد أنه بعد هذا القرار الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيفها جماعة إرهابية يمكن أن تخف هذه الضغوطات؟ لا أعتقد، بالعكس ربما تزيد، لأنه المشكلة هي أن هؤلاء الحوثة، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الطائفيين، هؤلاء اللي ذكرهم الحقيقة سعاد سفير السلاليين، اللي قسموا الناس إلى قناديل وزنابيل، ويرون أنفسهم فوق الآخرين، ويرون أنفسهم أنهم هاشميون، ويرون أنفسهم أنه على المسلمين في كافة أنحاء الأرض أن يدعموهم دينيا، ويدعموهم ماديا وماليا وما إلى ذلك. هم حاولوا أن يظهروا بأنهم هم مكون، شوف استراتيجيتهم الحقيقة عجيبة، أنهم مكون من مكونات الشعب اليمني. طبعا عندما تقول مكون معناه يحق لهم أن يتدخلوا وأن يتداخلوا، ثم أيضا لعبوا على وتر أنه الأمراض المنتشرة بسبب التحالف أو بسبب الحكومة الشرعية، الفقر وعدم وجود المياه وعدم وجود الكهرباء وعدم يعني هم إعلامهم اللي يسمونها الإعلام الحربي المدمر يكذب على الناس، ويكذب ويكذب. لماذا رأي الدكتور أنه لا يمكن، لن يؤثر، لن يخفف من الضغوط لتحركات المملكة في مواجهته والتحالف بشكل عام؟ أنا أعتقد أنه هو مهم جدا في الجانب الدبلوماسي، هذا القرار مهم في الجانب الدبلوماسي، هو سلاح للحكومة الحقيقة الشرعية فيما يخص داخل اليمن أولا. أنا في تقديري أن المهم والأهم هو الداخل اليمني، كيف يفهم اليمنيون هذه المجموعة. لذلك النشاط الإعلامي الذي نجح فيه بكل أسف هؤلاء، علينا أن نحن الذين ننجح في هذا المجال، بمعنى أن تصل هذه الرسالة إلى كل واد وكل جبل في اليمن وكل مجموعة في اليمن، وأنهم لا يعتبرون هؤلاء إلا أعداء لبلدهم، أعداء لتاريخهم، أعداء لمستقبلهم. هؤلاء يسرقون الأطفال الآن، سرقوا الحقيقة، يجندون الأطفال ويأخذونهم، يعني يريد تغيير البنية الاجتماعية والدينية والثقافية وفي اليمن، ويقطعون حاضر اليمن بماضيه. نعم. بالتالي دبلوماسيا في اعتقادي هذا سيكون مكسبا دبلوماسيا بالتأكيد، وإذا عجز الجانب الدبلوماسي سيكون الجانب العسكري أكثر سهولة. أعتقد أنه الجانب بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية الإعلام قوي جدا، والإعلام ما الخبر ينشر في أمريكا ينتشر للعالم في لحظات، ولدينا هيئة المتحدة، لدينا الحقيقة أيضا مهم جدا وهو القضية الأمن، يعني مجلس الأمن الدولي لابد أن يكون هناك حملة وسعي دبلوماسي من قبل السفراء لليمن لإقناع السفراء في الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة الإيجابية. كيف يمكن استثمار هذه النقطة دبلوماسيا أمام جدا الدول الأخرى؟ سنأتي إليها دكتور. أعود إلى الأستاذ السفير عبد الوهاب طواف، فيما يتعلق بالحرب الحاصلة الآن من قبل التحالف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، وبمقدمة ذلك الجيش اليمني والمقاومة، لليمنيين الأمور واضحة، لكن كان هناك من يصور بأن هذه الحرب سعادة السفير حرب ضد الشعب اليمني، حصار ضد الشعب اليمني، أو هكذا كانوا يريدون
أيضا كان هناك تساهل في التعامل مع هذه الحركة الإرهابية، سواء من حلفاء في المؤتمر الشعبي العام ما زالوا إلى اليوم، أو من تجار، أو كذلك من إعلام وإعلاميين داخل اليمن أو خارجه. هذا التصنيف كيف يمكن أن يحد من مثل هذه من مثل هذا التساهل مع جماعة إرهابية؟ أولا أخي العزيز، لم تتمكن هذه الميليشيا من اقتحام الحياة السياسية وتمكنوا من التقدم العسكري إلا بعد أن وصلت التجاذبات والصراعات السياسية بين القوى السياسية إلى مداها، وكانت ذروتها في 2011، وبالتالي تمكنت أرسلت رسائل للجميع أنها تريد السلام، وضحكت على الجميع واستقبلت الجميع، وبالتالي استغلت تلك الأحداث لتدخل وتسقط المدن تباعها. وهذا التجاذبات وهذا الصراعات السياسية استمرت للأسف، وكل حزب في اليمن كلنا أسهمنا في تمكين هذه الميليشيا من السيطرة على اليمن. لا يوجد حزب في اليمن إلا وله إسهام سلبي مكن هذه الميليشيا من إسقاط العاصمة واستيلاء اليمن. اليوم ما زالت هناك قوى سياسية تتبع قوى إقليمية لإفشال القرار الجماعي والشرعية تحت مسميات كثيرة. حقيقة هناك قصور لدى الشرعية، هناك إدارة، خلل في الإدارة، في إدارة العمليات العسكرية من التحالف، ولكن هذا لا يعطيهم الحق في الوقوف. حتى أنا أعتقد حتى في هذه الأيام الوقوف المحايد هو خيانة لليمن. المملكة العربية السعودية هي السباقة وهي رأس الحربة في مسألة استعادة اليمن، وقدمت الكثير وعانت الكثير دوليا من قوة الناعمة، من تقولها السياسي الدبلوماسي في الخارج. لا، هي حقيقة قدمت الكثير، ولكن ما قدمته لم نستغله نحن كيمنيون، وكذلك أصيبت العمليات العسكرية في تعثرت أو تبع لأسباب أخرى. ولا الحرب من بعد مارس أو أبريل 2017 لم تعد حربا ذات هدف واحد. دخلت أجندات أخرى لبعض دول المنطقة نتيجة الخلافات الخليجية، وبالتالي تأثرت، وهذا صب لصالح الحوثي جعلها تمكن. وكنا بداية الحرب كنا نعد لست أشهر كأكثر زمن ممكن أن تظل هذه الميليشيا، لأنها نتو طائفي، لأنها هناك فكاك جماهيري لا يريد، والكل لا يريد. وعندما خرج الشهيد علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017 رأينا كيف خرج المواطن اليمني ولاحقوا ميليشيات الحوثي، بل وربطوهم في أعمدة الكهرباء. وبالتالي هناك ما زالوا حتى بعد هذه الفترة، حتى بعد جهودهم التطيفية والتمذهب أصبحوا ما زالوا جزيرة معزولة داخل اليمن. اليوم أمامنا جميع القوى السياسية أمامها فرصة بعد توقيع اتفاق الرياض، بعد في اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودة الحكومة إلى الداخل، الجميع أمام مهمة وطنية لإصلاح المشاكسات والصراعات الحزبية والسياسية. طيب هذه نقطة سعادة السفير متعلقة معذرة، هذه نقطة متعلقة مثل يعني بما يمكن إصلاحه، لكن سأعود إليك طبعا حين أعود لنشرح. هل ستتأثر الحركة الحوثية الإرهابية الآن بالنسبة لمن يمولها إعلاميا أو يتعاطف معها أو يتساهل في الانضمام إليها، أو حتى أبناء القبائل الذين يقبلون بإرسال أبنائهم إليها؟ نحن أمام جماعة إرهابية مصنفة إرهابيا عند الكثير من الدول، كيف تسمح لأبنائك لأهلك بالانخراط فيها؟ هل هذا المفهوم سيكون واضحا لدى شريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني المتحالفين أو المتساهلين معها؟ هي هذه النقطة التي سأستكملها معك ومع ضيفي هنا الدكتور خليل خليل بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا،
مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم. بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفينا الكريمين هنا في الأستوديو، الدكتور خليل الخليل عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، والسفير عبد الوهاب طواف سفير اليمن لدى سوريا سابقا أيضا. مرحبا بضيفي. دكتور خليل، قبل الفاصل كنت أشرت إلى أنه تفعيل أو إيصال هذا الأمر إلى كثير من الدول العربية والعالمية، وهنا نشير إلى أنه هناك 5 تقريبا دول حتى الآن تعتبر الميليشيات الحوثية رسميا جماعة إرهابية، آخرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم رحبوا بهذا القرار. كيف يمكن أيضا مخاطبة بقية الدول للتعامل مع هذه العصابة التي سيطرت على العاصمة صنعاء وارتكبت كل الجرائم ضد اليمنيين؟ في تقديري بأنه مهم جدا تفعيل الدبلوماسية العربية وكذلك الدبلوماسية المناصرة الحقيقة لليمنيين ولقضية اليمنيين، لأنه لا يستفيد أحد من استمرارية الحرب، ولا يستفيد أحد من هذا التدمير. الحوثة مجموعة عقائدية مرتبطة بإيران يعني، وهذا يدركه الشعب اليمني ويدركه الكثيرون. القضية هي تعتمد على أمور أساسية من ضمنها كفاءة أداء الحكومة الشرعية، قضية أساسية كفاءة أداء الحكومة الشرعية. أعتقد أنها تأتي في المرحلة أو في الدرجة الأولى والثانية والثالثة بأن تصمد الحكومة الشرعية في عدن ومن حسن الحظ أقول أنه هذا معنى الخطوة تأخرت، لكن تزامنت مع انطلاقة الحكومة الشرعية المتفق عليها والتي انطلقت وهي حاليا موجودة هناك على أرض اليمن. في تقديري هذه القضية الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة والصمود ثم الصمود ثم الصمود، وسيلتف الناس حول الحكومة في النهاية، حتى الذين خدعوا أو الذين جاملوا أو الذين كانوا رأوا أن لهم مثلا مصالح مؤقتة سوف تتغير أمزجتهم وسوف يعودون مع الحكومة الشرعية. هذا ناحية. الناحية الأخرى الدبلوماسية تفعيل الدبلوماسية عربي خليجيا دوليا، أولا خليجيا نعم، أن يكون هنالك لقاءات، أن يكون هنالك زيارات للبرلمانات العربية الخليجية، مهم جدا. دولتين الآن يعني خليجيتين هي التي رحبت أو ثلاث دول، لا يكفي ذلك، الإمارات والبحرين والسعودية، لا يكفي ذلك، ستلتزم صدقني يعني ستلتزم كافة دول الخليج بهذا القرار، لأن هم يدركون بأن هذا أولا لمصلحة اليمن، ثانيا المملكة العربية السعودية خلف هذا القرار، ثالثا بأنه قرار من الولايات المتحدة الأمريكية وسيدخل ربما مجلس الأمن غدا وسوف تكون تصريحات، وبالتالي من كان ربما يختبئ بطريقة أو بأخرى أو كان لا يعني كان هناك علاقات تحت الطاولة ستتوقف مهما يكن. لن يجاملوا في تقديري، لن تجامل هذه الدول التي ربما لديها قناعات معينة، لكن لن تجامل الحوثة على حساب مصالحها، لأنه من سوف يخرج أو يند عن هذا القرار سوف تكون عليه انعكاسات خطيرة على سياسته وعلى المستقبل عربيا كذلك. مهم جدا. وأنا أيضا أحب أشير إلى أنه أي مقاومة في أي بلد، أي مقاومة تاريخيا لابد يكون لها أيضا مقاومون خارج بلادها، بمعنى تفعيل الأخوة اليمنيين خارج اليمن بأن يكون للحكومة الشرعية تواصل مع السفارة، تواصل اليمنيين سفارتنا أيضا، ما يكفي السفارات، أريد أيضا التواصل مع اليمنيين في لندن، التواصل معهم في سان فرانسيسكو، التواصل معهم في نيويورك، التواصل معهم في ميتشيغن، نعم في ميتشيغن، وأن يضغطوا هم على رجال الكونغرس في أمريكا مثلا. ميتشيغن مهمة جدا، نعم، لأن لديها ممثلون في مجلس الشيوخ وفي الكونغرس مجلس النواب الأمريكي، أيضا كذلك من هم من اليمنيين في أوروبا في الاتحادات الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي، أيضا من هم في مصر طبعا الأعداد، من هم في الأردن، يعني هم الآن شتتوا، من الذي شتت، من هم أيضا موجودون، الموجودون في أفريقيا. أنا أريد أن يكون هنالك تجمعات تشرف عليها الدولة، صحيح، وحقوق الإنسان مهم، والخارجية اليمنية، نعم نعم، لابد وأن يكون لكل مقاومة، لابد وأن يكون لها أيضا مقاومون إعلاميون، صح، مقاومون في الدول الأخرى، وأن يوصلوا صوت المشاهير أيضا من اللاعبين من الملاكمين من الفنانين، يعني قضية تحرير الجزائر معروف ماذا قام به اللاعبون في كرة القدم، يعني عندما تقصد دكتور عندما رفعوا علم الجزائر، ما تتصور وش أثر الفلسطينيين؟ وأنا اسمح لي أبحر قليلا، الفلسطينيين أنا أذكر عام 92 عندما رتبت السفارة السعودية مع السلطة الفلسطينية أن يأتي بعض الفلسطينيين دبكة في مكان تصور القطار، يعني كان مكان قديم وعندما افتتح، لا تتصور بأنه الناس بكوا،
لما شاءوا تعاطفوا. إذن في إذن هنالك الدكتور خليل فقط إذن هنالك فلسطينيون لا نعرف عنهم شيء. أنا أريد العلم اليمني الحقيقي مو أعلام إيران ولا الذين هم رفعوا مع الأسف الشديد الفكرة يا دكتور ترفع الأعلام في كل دولة. يستغل هذا الحدث بكل الوسائل بكل الوسائل وبالذات العلم اليمني. نعم. أريد طيب كل يمني يرفع شريف يرفع على يعني في يده وإحنا في السعودية بنرفع أيضا الأعلام اليمنية يرفعوا الأعلام اليمنية عفوا الأعلام اليمنية للحكومة الشرعية. نعم. ويشيدوا بها ويقفوا معها ويساندونها. طيب دكتور معي الآن وزير الإدارة المحلية سابقا ورئيس اللجنة العليا للإغاثة سابقا الأستاذ عبد الرقيب فتح. أستاذ عبد الرقيب أهلا وسهلا بك وتحية طيبة. حياكم الله على وسهلا بك العزيز ضيفك الكريم. مرحبا بك وعذرا تأخرنا عليك قليلا، لكن نحن نتحدث اليوم عن تصنيف الحركة الحوثية حركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانعكاس ذلك على الواقع اليمني والمنطقة. كان هناك تحجج ربما حتى لبعض المنظمات أو الدول بأن مثل هذا القرار يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع الإنساني، وأنت أستاذ عبد الرقيب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الإنسانية في اليمن، كيف تقيم هذه النقطة؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. نحن نقول بأن هذا القرار ولو تأخر كثير لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. الميليشيات الحوثية المسلحة الحوثية منذ 2014 وهي تتبع كل أساليب الإرهاب ضد الشعب اليمني، سواء من حيث انقلابها على رأي الشرعي وحجزه في مكان لا يليق برئيس قائد للقوات المسلحة أن يحدث له مثل ما حدث، بالإضافة إلى حجزها لرئيس الوزراء وإلى حكومة الكفاءات المتوافق عليها سياسيا، رفضها لمخرجات الحوار، كل أنشطتها واستيلاها على المؤسسات الحكومية، نهبها للأموال لمحتياطيات البنك المركزي، كل أعمالها كانت تستوجب إصدار قرارات دولية بصورة عاجلة للحد من سلوكها. الأعذار التي تقولها بعض المنظمات الدولية، أنا أؤكد بصورة رئيسية أن الميليشيات المسلحة هي تنهب العمل الإغاثي منذ 2015، أكثر من 750 قاطرة إغاثية تم نهبها من قبل الميليشيات المسلحة، تدخلت أخي العزيز ونسفت قاطرات المركز الملك سلمان كانت متوجهة في مأرب، كلها تدخلت أيضا بصورة مباشرة في أعمال المنظمات المسيطر عليها والمسيطرة على مكاتبها في صنعاء، فهي في الأساس تنهب المواد الإغاثية في ظل عدم وجود هذا القرار. السيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أطلق النداء المشهور من الحديدة وقال بأن الميليشيات المسلحة الحوثية تنهب الإغاثة من أفواه الجوعة. فلذلك أنا أؤكد إذا التزمت المنظمات الدولية بما قدمناه إليها بلا مركزية العمل الإغاثي ووجدت 5 مراكز إغاثية في اليمن وقسمت المحافظات وفقا للنظام الذي قدمناه بصورة متكاملة واستفادت من 22 منفذ جوي وبحري وبري واستفادت من ميناء جازان الذي أعلنه الأشقاء مصر العربية السعودية كميناء إغاثي، هذا القرار سيحد وليس بالعكس وسيحد بصورة رئيسية وسيعمل على تقويم سلوك تلك الميليشيات المسلحة الحوثية. لكن الأمر يتطلب آلية لا مركزية، لا تبقى منظمات تحت هيمنة الميليشيات المسلحة مكاتبها وأعمالها وأنشطتها وموازنتها في صنعاء وتقول بأن الميليشيات تتدخل، هي تتدخل منذ 6 سنوات. نعم، وزير الإدارة المحلية سابقا ورئيس اللجنة العليا للإغاثة سابقا شاركتنا هذا الحوار الأستاذ عبد الرقيب فتح، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. شكرا أستاذ عبد الرقيب. وأعود إلى السفير عبد الوهاب طوف. سعادة السفير، التحذير والتنفير من التعامل مع هذه الميليشيات وهذه الحركة الإرهابية المعروفة والمصنفة مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما أهميته وما الذي يجب على أبناء الشعب اليمني على السياسيين حتى الموجودين تحت سيطرة الميليشيات، لأن هذا بشكل أو بآخر يجعلهم في خانة داعمية الجماعة الإرهابية، فما الذي يجب التحذير منه؟ أخي العزيز، خلال 3 الأعوام أو العامين الماضيين تأثر
سير ملف استعادة الدولة نتيجة الخلافات الخليجية الخليجية ونتيجة الخلافات اليمنية اليمنية ونتيجة الخلافات الجنوبية الجنوبية. هذا المجال وهذا الوضع صنع لميليشيا الحوثي مجالا أوسع، وتمكن كذلك مارتن غريفيث من أجل البقاء في منصبه ومن سوق للعالم قضايا ليست حقيقية، وسوق أن ميليشيا الحوثي تريد السلام وتسعى للسلام، وحقيقة استطاع أن يوقف معركة تحرير الحديدة، واستطاع أن يقيد حركة المملكة العربية السعودية في إنقاذ اليمن، وبالتالي المواطن اليمني وقع ضحية لهذا الوضع، وكذلك منع الحكومة اليمنية ومنع الرئيس ما قامت به الإمارات خلال الأعوام الماضية كانت حقيقة أجهض مساعي المملكة العربية السعودية وضربنا في مقتل عندما امتنع، منع رئيس الجمهورية من العودة إلى عدن، منعت الحكومة، صارت المناطق المحررة أسوأ وضعا اقتصاديا أمنيا عسكريا من المناطق التي تحت قبضة الحوثي، مما حتى دفع المواطنين من الجنوب إلى الذهاب إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما أقنع دول كثيرة ومراقبين كثيرا أن الوضع الأمني لدى ميليشيات الحوثي أو أفضل بكثير، وبالتالي هذا الوضع مكن دفع بالمواطن اليمني إلى خانة التيئيس، لأنه هو يعلم من هي هذه الميليشيا ويعلم ماضيها، ولكن المعطيات التي بين يديه والوضع القائم آنذاك خلق واقعا مغيرا، عندما يمتنع عندما تم طرد أبناء الشمال من الجنوب ما قامت به الانتقالي، ومنع أبناء الشمال من السفر عبر المطارات المناطق المحررة، هذا دفع بالمواطن بالحياد بالسكوت. اليوم وقد تغير الوضع، لن يتغير الوضع بالقرار الأمريكي، ولكن ما دام تتغير الوضع وعادة الحكومة، نعتقد خلال الشهور القادمة إذا مكنت وحفظ عليها في الجنوب ولم تضايق من قبل الانتقالي، فستحقق أهداف كثيرة، سائل طمأنة للمواطن اليمني للاقتصاد، كذلك إذا تحسن الاقتصاد بدعمه من قبل شباب المملكة، إذا فكت المطارات، إذا فكت الجزر، لأن الكل يعلم أن هناك ممارسات عبثية قاموا بها الأخوان الإماراتي في سقطرة، في بعض المطارات مغلقة، وبالتالي هذا الواقع إذا تغير أنا أؤكد لك أن المواطن لا يريد هذه الجماعة، ولا ويعلم أنها لن تبني وطن، والمثل في العراق اليوم عندما رحل صدام حسين في 2003 إلى اليوم، ما هو الحاصل؟ الحاصل هي ميليشيات تحكم والدمار، لا وجود للدولة رغم ثرواتهم الطائلة. ماذا يحصل في لبنان؟ أخذ كل شيء حسن نصر الله، ومنع الاستقرار، منع بعد أن كان لبنان قبلة للموضة للثقافة للعلم، وكان أغلب اقتصاد لبنان متركز على دول الخليج خصوصا المملكة العربية السعودية، ولكن حولها حسن نصر الله إلى رأس حربة ضد السعودية وضد دول الخليج. ماذا اليوم عندما تخلت بس المملكة وتلاشت الدولة أنهار كل شيء، وبالتالي يعلم المواطن اليمني أن هذه الميليشيات سواء إيران أو طيب هذه الميليشيات أستاذ عبد الوهاب لا يأتي منهم إلا الخراب، ولكن الخطوات القادمة من الشرعية مننا أنفسنا كشرعية من الأحزاب السياسية من إعادة تقييم الوضع العسكري من قبل أخواننا. طيب اسمح لي أترك الدقيقة الأخيرة أستاذ عبد الوهاب لما هو المطلوب الجيش، هذا هو عبد الوهاب الوحيد. اسمح لي أترك الدقيقة الأخيرة لك لكي تقول أستاذ عبد الوهاب لليمنيين في الخارج الجاليات أفرد هذه النقطة أستاذ عبد الوهاب مجالا والمعذرة منك على المقاطعة، أريد أن أخذها منك جملة واحدة والتي هي ما يتعلق بما هو المطلوب من الجميع اليوم. سأترك الدقيقة الأخيرة لك أستاذ عبد الوهاب لتقول لنا وللمشاهد ما هو المطلوب مرة أخرى، لأننا نستمع بشكل واضح من الجميع، تحالف وحكومة وشرعية وشعب وأحزاب وغيرها. أتي إلى الدكتور خليل الخليل فيما يتعلق بهذا القرار، أعاد الأمور ونظرة المجتمع الدولي إلى النصاب الحقيقي بأن صنعاء اليوم محتلة ومسيطر عليها من قبل جماعة إرهابية، ولا حل ولا مخرج إلا مخرج سياسي ومخرج أيضا عسكري لإجبار هذه الميليشيات على الإيفاء بالقرارات الدولية.
وبالتالي ما هو المطلوب من وجهة نظرك؟ أولا نحمد الله أن الأجواء الآن أفضل للحقيقة الحكومة الشرعية لأن أصبحت في عدن وأصبحت في التوافق. الأجواء كذلك أفضل في بما يخص المصالحة الخليجية، يعني ذكر سعادة السفير عن بعض الخلافات الخليجية، الآن هناك مصالحة خليجية. كذلك هذا قرار مهم للغاية بتصنيف دوليا، تصنيف من الولايات المتحدة الأمريكية، وسينتقل هذا التصنيف إلى الاتحاد الأوروبي وسينتقل إلى دول أخرى في الشرق. بالتالي هذا التصنيف أيضا هو الآن تعزيز لدور الحكومة الشرعية. وكذلك من حسن الحظ أن الحوثة في الرمق الأخير، هم الحقيقة ضعفاء عسكريا، هم ضعفاء فيما يخص الناحية المعنوية، لكن لا يملكون، بعضهم لا يملك السلطة، هو إيران تتصرف فيه. الغريب دكتور أنه لا المملكة ولا الولايات المتحدة ولا أيضا الحكومة اليمنية أغلقت الحل السياسي مع الميليشيات، حتى في بيانات الترحيب تحدثوا عن أن هذا أيضا لدفعهم نحو حل سياسي. بالتأكيد وستتم الأمور بحول الله وقوته من صالح الحكومة الشرعية، لأن النوايا لدى المملكة، النوايا لدى الحكومة الشرعية، النوايا لدى كذلك الشرفاء جميلة وجيدة. نريد اليمن أن يكون دولة ناجحة لا فاشلة. الإشكالية كما ذكر الحقيقة سعادة السفير أن عن العراق وعن لبنان وعن سوريا، نعم هذا هو الحاصل وهذا الذي يجب أن يعرفه اليمنيون، لأن إيران وأتباع إيران وميليشياتها لا تعيش إلا في ظلال دولة فاشلة، وهم يريدون أن لا تكون اليمن دولة ناجحة، يريدون أن لا تكون دولة موحدة، يريدون أن لا تكون اليمن دولة قوية، يريدون أن تكون دولة فاشلة ليتعاونوا بكل مع الأسف مع داعش، ويتعاونوا مع القاعدة ومع النصرة ومع كل سيء وميليشياوي يتعاونوا معه لإيذاء اليمنيين واليمن ولمحاربة السعودية وللأمن القومي. اسمح لي في الدقيقة الأخيرة أختم مع الأستاذ عبد الوهاب طواف سفير بلادنا. إذن ما المطلوب للاستفادة من قرار كهذا أستاذ عبد الوهاب؟ وكنت قد شرعت في الحديث عنه، لكن إذا أردنا إجماله أيضا. إثمارة أخي العزيز، إجمال ما المطلوب للاستفادة من هذا القرار في دقيقة؟ فتح نوافذ سياسية، نوافذ عسكرية، والتحرك بفاعلية أكثر، التحرك عبر الدول التي كانت تتعامل مع هذه الميليشيا على أساس أنهم طرف سلام، توقيف مارتن غريفيث وعبثة، أنا أقولها شخصيا، هو يعبث في اليمن ولم يقدم شيء ابتداء من بن عمر إلى 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 غريفيث، فهم يعبثون وأصبحوا جزء من مشكلة الـ 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 الاتجاه إلى استعادة اليمن، وما دام وقد فشلت كل المساعي السلمية خلال الفترات الماضية، هي تجيب الاتجاه إلى تعزيز الجبهة العسكرية. من أراد السلام فليستعد للحرب، وما أخذ بالقوة لن يستعاد إلا بالقوة. لا تنتظروا من الحوثي تستعيدوا منها سيارة أو بندقية إلا بالضغط العسكري. لن يعودوا هذه الميليشيا، هذه لها تاريخ طويل، يعتبرون أنهم يمثلون الرب وأنهم يمثلون النبي، وبالتالي يعتقدون أن قتالنا دين وقتلنا مقربة إلى الله، وبالتالي قصص السلام وما السلام، رغم أننا والله أنني لا أريد إلا السلام ولا نريد لا دماء، ولكن عبد الملك الحوثي حصر الناس في زاوية. صحيح. إما الاستسلام وإما المواجهة، وبالتالي إذا تفرج المجتمع الدولي وأخواننا في الخليج على اليمن فسيكون فعلا اليوم من القدس سيتحول إلى العراق، بس بصورة أفضع وصورة كما قلت سيد عبد الوهاب، الجار للمملكة العربية السعودية، والهدف هو مكة. خامنئي وعبد الملك الحوثي يقولون أنهم أبناء رسول الله وأن الله فوضهم لحكم الأرض، ولن يحكم الأرض إلا بالاستيلاء على الحرمين الشريفين، وإن شاء الله هو بعيد عنهم، وبالتالي يجب على الجميع مغادرة مربع الكلام الناعم، وهذه ميليشيا قاتلة، وبالتالي إما وطبقت القرارات الدولية وإما ورص السفير عبد الوهاب طواف، وبغير هذا الخيار سفير اليمن لدى سوريا سابقا في كلام عن السلام. سعادة على المقاطعة، وصلنا إلى ختام الحلقة. سعادة السفير أعتذر لك، انتهى بنا الوقت عند هذه النقطة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الوهاب طواف سفير اليمن لدى سوريا سابقا، كنت معنا. وأشكر أيضا ضيفي العزيز الدكتور خليل الخليل، عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك دكتور. أشكركم كذلك على استضافتي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، نلقاكم في حلقاتنا القادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.